اليوم درسنا عن السكان ومشكلات الإدارة، تمام؟ طبعا السكان تحتاج إلى خدمات من المرافق الحكومية. برأيكم ما هي تلك المشكلات التي يعانوا منها المواطنين في الإدارة؟ ممكن نقول قربت الإجابة. ها، من عنده إجابة؟ مثلا مشكلة حصلت معي، عاقل حالة، ايش المشكلات اللي ممكن انا كمواطن كساكن في هذا المجتمع اعاني هو من هذه المشكلات؟ تروح اوقات المواطنين على المستوى الكهرباء. واحد، ضياع الاوقات. اثنين، ايش يحتاج؟ واحد ممكن معاملته زفت من المشكلات، يمكن الرشاوي. وايش يحتاج له؟ فلوس، ورق، طابعة. ها؟ طابعة. يحتاج له ان الرشاوي. ايش ثاني؟ شعور المواطنين بعدم الرضا. ها؟ يعني ضيع وقتك تروح وتلقى. واحد، ضياع الوقت. يعني عدم رضا المواطنين. عدم رضا المواطنين. رشاوي. وساطة. وساطة.